كرر اسمعها. مساء الخير. مساء الخير هادي. احلى من هيك ما فماش. ثانك يو. الحمد لله. كان فما ستريس قبل الحفل؟ اكيد كان في ستريس كبير، ولانه قرطاج مش اي مسرح. قرطاج حدث انا برايي، اي حفله بيعملها فنان بقرطاج هي محطه مهمه بحياته. وانا هلا وصلت لمطرح بالكارير تبعي كل حفله عم بتكون اعلى من الثانيه، كل حفله عم تكون اعلى من الثانيه، عم توسع دائره المناطق والبلدان اللي عم بعمل فيها. عم بعمل حفلات باوروبا، بعمل حفلات بروسيا، باوكرانيا. يعني مسؤولية صارت اكبر والستريس صار اكبر. فلما برجع على قرطاج بعد سلسلة الحفلات إذا بدك الانترناسيونال، لا بده يكون شيء بيليق بقرطاج وبيليق بالمرحلة اللي أنا وصلت فيها كمان. يمكن أحلى حاجة إنه الفنان أول ما ينزل من المسرح يعاود يشوف صور. حلو. أكيد. تعرف إيه هيك كل تعبه بينزل عنك، بينزل بس يشوف هيك هالنتيجة وهالجمهور الرائع وهالكم الهائل من الناس والتفاعل. هيدا أهم أحلى مشهد عند الفنان. لما أكون على المسرح تركيزي بيكون على الغناء، كيف ألقط العالم، ألقط الناس، ما فيك كتير تشط بتفكيرك، بس بتستمتع بنشوة هالحضور، تستمتع بهاللحظة الحلوة هيدي. هيدي لحظة بينتظرها الفنان دايماً بحفلاته، ويتمنى دايماً إنه كل حفلاته تكون هيك. ما نخبيش عليك، السنة كان صعب المهرجان، خارجين من حداد. مزبوط. عيد رغم كل شيء نجحت باش تملى مدارج مسرح، اصبح يؤرق بعض الفنانين. صح، قالوا لي هيك، قالوا لي. بعرف انه بالعيد بتونس وحتى بلبنان الناس بتسافر، وكمان الحداد كان هيك طويل، يعني مرحله هيك عدت. يمكن شوق الجمهور التونسي لإلي او محبتهم لإلي او غيابي بعد 5 سنين، وفي كثير اغاني نزلت حابين يغنوها معي، في حب حقيقي وفي تقدير. يمكن هذا الشيء فرح لي قلبي صراحة. غنيت تونسي الهدي جويني. علاش تختار اغاني تونسيه تغنيها على المسرح وانت فنانه لبنانيه؟ عندك ريبرتوار اصبح طويل عريض. لانه هيدي اول شيء تحيه مني للشعب التونسي، وهذه الجوينه بالذات بحبه كثير، بحبه كثير، وبحس انه اغانيه ما بتموت. يعني في شيء هيك دائما باللون اللي بيقوله، بالمواضيع، بالميلودي تبعه، بتحسها بتعيش النغمه براسك. بحبه، ميزته، ودائما بكل حفلات بحب اقدم شيء تحيه هيك اغنيه للجمهور التونسي. انت ما غنيتش اغنيه، غنيت 3 اغاني. ثلاث اغاني صح. عملت ميدلي. عاده الفنان اللبناني لما يحب يجامل الجمهور التونسي يحضر اغنيه تونسيه، لكن عاده عينيه ما تتهزش من ورقه الكلمات. انا بس اخر غنيه اعذروني لانه خفت على اللفظ، عرفت؟ حاطه الضمه والفتحه والكسره والليكي، حافظه الكلام بس حاسه انه يعني اخر وحده اغنيه اول نظره صرت اقول لا، اذا قلت كل الضمه والفتحه وهيدا كله غلط مش حيفهموا شيء. فقرية بنت. تحررت من الورقه؟ بس كنت كل الوقت اول اغنيتين كنت متحرره من الورقه تماما، بس اخر اغنيه من باب الاحترام. كارول، من باب احترام الناس اللي تقدم لهم. اكيد اكيد من باب الاحترام. يعني بحب لما اعمل شغله اتقنها، بحب انه انا عاده ماني كثير من نوع الفنانين بحب يحط بيبيتر قدامه. بحب يعني بحس بيبيتر بيضعف لي حضوري او بكربجني اذا بدك. بحس حالي باراليزي هيك معه لبيبيتر. بحب كون حره، امشي وروح واجي واعطي واخذ منهم وحافظه ومرتاحه ومبينه عندي ثقه باغنياتي وبكلماتي. بس طبعا لما تكون عم تغني مدلي تونسي، مدلي للهجه انت ما بتحكيها كل يوم ومش معود عليها، فاكيد لازم اوقات شوي يكون عندك مرجع صغير على المسرح. حبيت اناقتك. شكرا. هذا الفستان اللي كنت مخبيته سر. شعرفك. ما وسألتك عن الفستان في في الإذاعة. إيه صح صح صح. اخترت اللون هذا. وتصميم شكون الفستان؟ فؤاد سركيس، مصمم لبناني معروف، و
الشعر دايما بتعامل صار لي سنين مع صالون توني ابراهيم بلبنان وميك اب حماده وفي عندي اكيد تيم عندي فريق بيهتم دايما بشكلي. علاش اخترت اللون الزهري؟ اخترت اليوم الزهر مثل الربيع كنت هيك متفائله عبالي شيء هيك في انوثه نفس الوقت يظهر هيك ناعم يعطي لون في انوثه ويعطي امل وفرح ولايت خفيف ما يكون في ما يكون كثير دراماتيك لانه اوريدي المسرح اللي احنا قاعدين فيه مسرح قرطاج دراماتيك وانا ادائي كمان دراماتيك يمكن. على المسرح كنت مسرحيه بالاساس يعني تتحرك برشا تتفاعل تقفل الاغنيه بحركات تنهي بها الغنايه كنت بتحرى حتى من جسمك لانه تقرب برشا للارض قريب تجلس على الارض تمد يدك للجمهور. بعض الفنانات يخشوا الحاجات هذيا لانه يعتبروا انه جسمهم لازم يكون واقف كامل على المسرح. انت ما عندكش عقده في الجسم؟ انا بالحق الموسيقى بالحق الايقاع وبالحق احساسي يعني بترك حالي شو الموسيقى وين بتاخذني والناس والهيصات والصريخ والغنى العفويته يعني اذا حسيت حالي بدي اقعد واقعد غني معهم انا وقاعده على كرسي ممكن اقعد على المسرح بقعد ما ببرمج يعني ما بحضر هالاشياء هو اللي بيجوا عفويا مني. بحب المسرح بحس حالي ببيتي بحس حالي بغرفتي ما عندي رعب من المسرح يعني عندي رهبه واحترام للجمهور رايح اغني له ايه ومسؤوليه بس ما عندي رعب ما عندي خوف. المسرح اوضه نوم بيتي كثير بحسه انتيم لإلي. خاتم وينو؟ شهير كمان مش لابسته الله يستر يعني هادي خربتنا على المقابلة اللي طلعنا فيها سوا على الراديو بالنسبة للمحبس عم يعني بتسألوا ليش ما فيش محبس ولما انشرحته وقدمته مع مين صار المسبح معك محبس هدية شديتك ينسيت وعشان عم تسأل عنه صار معك المحبس بس أنا بعدني مجوزة القصة خذيت حجم مش طبيعي نعم كنت سبونتاني يا كارول؟ أول شيء ما كنت متوقعتك رح تسألني ترجع عنه قلت أنا هذا الموضوع تقفل يعني ما كنت متوقع رح ترجع تسألني عن يعني إشاعة الطلاق الدنيا قلبت في بيروت عن إشاعة الطلاق لا صار الخاتم هو تحت الظل إيه صح صح بركي لأنه جاوبنا كثير حكينا مقابلات كثير ونفينا إشاعة الطلاق ونفينا قصة الهيدا يمكن والخاتم ما عادش في يدي خلاص وخلاص مش ضروري الانسان اذا كان مجوز يضل حاطط هيدا بايده يعني لاسباب نحن ذكرناها انه الطيران بيعمل لي نفخه بايدي بتضايق حتى انا وجو وليد كمان يعني وليد اوقات بيحطه شهر فرد صاحبي فجاه بيشيله خمس ايام ست ايام سبع ايام ثمان ايام شو بيه طول عرفت عم امزح ترجع لبيروت من اجل شغل عندك مهرجانات بالاساس انت كنت في موازين قبلها كنت في مسارح كبيره في اوروبا كذلك عندك فيلم عندك اغنيه فيلم عندك تعاون مع مروان خوري صح ما شاء الله يعني الحمد لله السنه كانت كثير في وسط هذا الكل حلقه قرطاج اي لون تعطيها الفضي البرونزي او الذهبي او تغلفها بالديامون بعتقد هيدي بغلفها أقوى وحدة ذهبي ذهب ومغلفة ذهبي ومغلفة بالديامون أكيد علاش أقوى رغم إنه في موازين كان سهرة من العمر عملت كييف وكان تحدي كنت أول فنانة بكييف عملتي فيلم ومش سهل إنه الفنان يعمل فيلم ترجع تتعاون مع مروان خوري في دليل إنه العشرة الفنية في زمن العشرة الفنية أصبحت عملة نادرة ترجع تتعامل مع مروان خوري من تطلع في يا رب وترجع من جديد معاه صح ليش قرطاج؟ بكفي الاسم يعني أي مطرب عربي تسأله بتقله إذا بتحط بالتسلسل طبعاً في قرطاج وفي موازين وفي مهرجانات بعلبك بلبنان يعني أنا في كمان فنانين عرب بس يقولوا يجي حدا يحكيهم يقول لهم رح تنزلوا على بعلبك بيرشفوا إنه بعلبك يعني فيروز بعلبك يعني صباح شحرورة يعني في بعض الأسماء خلص مرق عليها سنين تاريخي الفنانين أساطير غنوا عليها مشان هيك بتحسها أكيد أوكرانيا دار الأوبرا بأوكرانيا شيء كتير عظيم وشيء ما بصير لأي فنان عربي أنا كنت أول فنانة عربية يمكن صار لي هالفرصة أني غني بدار الأوبرا الأوكرانية بس هيدا مهم للسيفي لإلي ككارول بس عربياً الشعب العربي عاطفي بهمه ببلاده العربية أنت وين بتثبت حالك مش أنه بفرنسا وبأوكرانيا وبعرفت قصدي فالأهمية بهالمناطق موازين كارتاي موازين طبعاً حتى كتير مهرجان انترناسيونال يعني
كثير كمان بكون حريصه وبحس مسؤوليه فيه لموازين. كارول اخر سؤال، ايش تاخذ السياره نتاعك وترجع على السويت نتاعك باش تنام؟ الصور اللي تجي على بالك من سهره الليله، لو تختصر لي صوره لمستك في حفله الليله. هي الحقيقه مش صوره بتبقى شيء اوديتي سمعي بيبقى، يعني بس اجي لنام ما بقدر اخفى. كملوا عينيك مغمضه، كملوا عينيك مغمضه، لانه دينيه بعد الحفله. هلا بعد في هيك ناس حوالينا وانت عم تسالني وهيك، بس اوصل على غرفتي ونظف وجهي وغير ثيابي فوت لنام، صمت ما في بقى صمت بدينيه، بسمع الصفير بسمع الاصوات، برجع كل الجو اللي عشته بدينتي بيرجع على راسي. كل اللي ما بنام يعني باخذ الصبح تيار وكون مش نايم بعدني هالجو عشته. نجمة اللبنانية كارول سناحة، نشكرك برشا. ثانك يو، يعطيك الصحة وشكرا ليك من اجل هذه السهرة الجميلة. شكرا لكم ونتمنى لك النجاح والتوفيق وترجع لنا. ميرسي يا هادي، ثانك يو، ميرسي.